ومكملين بقى مع حضراتكم سلسله اخبارنا الغريبه الى حد كبير. ايوه لسه كنت هقول والله معانا خبر او ده من الاخبار اللي احنا دايما بنحب برضو ان احنا نعرضها مع حضراتكم ونستعرضها لان هي بتبقى عامله ضجه او حصل فيها حاجات برضو مش الطبيعيه سواء بقى مصارعه او غيره. بس الرياضه اللي معانا دلوقتي هي مصارعه واحنا عارفين دايما بيبقى فيها مآسي، يعني هي رياضه عنيفه رغم طبعا انتهائها بيكون بفوز احد الطرفين، لكن المباراه دي كانت غريبه. ليه بقى؟ لان واحد من الطرفين دول الامريكي اسمه ماكس هولي فاز على المنافس الاخر مكسيكي اسمه يائير رودريغيز في بطوله الفنون القتاليه المختلطه. المباراه كانت قويه جدا، خلصت بعد 5 جولات. عاده ممكن تخلص المباراه او المصارعه بعد 2 3، لا دي فضلت لغايه 5 جولات، وكانت او هي كمان اختيرت على انها المباراه الافضل ضمن دوري الفنون القتاليه. بس بعد كده بقى بعد ما انتهى النزال يا كريم اللي هو قوي جدا يعني بوصف اللي كانوا موجودين ووصف الناس كلها، تم نقل الاثنين بقى المصارعين الاثنين للمستشفى، وحاجه كانت لان هما كان عندهم اصابات شديده جدا. يعني عاده برضو الفائز بيكون هو الافضل، الفائز بيكون صحته افضل، بيكون يعني متلقي اقل الضربات، لكن الاثنين كانوا مصابين ومصابين بشده، فالاثنين اتنقلوا للمستشفى. طيب العائد من ده ايه يعني بعد البهدله دي كلها؟ هم هيحصلوا على 50,000 دولار من الاتحاد اتحاد يو اف سي كمكافاه على هذا النزال القوي يعني والمباراه المهمه. فيعني هيصرفوهم على العلاج زي ما تقول لك كده، اذا هيصرفوهم على العلاج يعني هل فعلا يعني مستاهله ان انت تخرشم قوي كده علشان 50,000 دولار يعني؟ بس دي حاجه برضو من الحاجات اللي كانت غريبه وفي نفس الوقت كانت عامله رواج كبير على السوشيال ميديا.